الله يصبحكم بالخير. ايش اهم الاعراض اللي ممكن تجي الشخص ويكون احتمال ان السكري، وبالتالي انصح انه يروح للطبيب؟ اول شيء ان الشخص يكون عنده كثرة، الله يكرمك، تبول، كثرة تبول، وايضا ظما. تجد ايضا هذا الشخص عنده جوع ياكل، ومع ذلك تجد عنده فقدان للوزن غير مبرر، لا سوى رياضة لا سوى دايت، وزنه قاعد ينقص. تجد هذا الشخص ايضا عنده خمول دائم خامل. تجد هذا الشخص ايضا عنده بكتيريا، عدوى بكتيريه والتهابات بكتيريه في المسالك، فيها زي كذا رجال او نساء. تجد هذا الشخص ايضا عنده الجروح، اذا جاء جرح يطول لين يلتئم، ما يلتئم بسهوله. تجد هذا الشخص ايضا عنده جفاف في جلده. تجد هذا الشخص عنده تنمل زي النم في اليدين وفي الرجول، التنمل المعروف. تجد ايضا هذا الشخص ربما يكون له زخرلة في النظر. هذه اهم الاعراض اللي تنبئ غالبا عن ربما احتمالية وجود السكري. الطريقة اروح للطبيب، ليس غير الطبيب، اروح للطبيب راح يسمع مني القصة المرضية اللي قلنا لكم، ايش عندك، ايش يزوده، ايش ينقصه، ايش يجمع. هذه 70% تعطيني تشخيص. ربما يعمل، طبعا يعمل لك تحليل، ايضا يتاكد بالفحص قبل ذلك الكلينيكي، وبعد ذلك يكون التشخيص من عند الطبيب. طبعا مهم جدا مهم جدا مهم جدا ان دائما نرتاح ونطمئن، واي شيء يقلقنا نروح للطبيب. ومهم جدا ان دائما نهتم بالاكل الصحي والرياضه والنوم والبعد عن الضغوطات. هذه الرجول الاربع هي رجول الصحه. صلى الله يعطيكم الصحه والعافيه ويجعلكم دائما بخير. سلام.